تحقيق 100% هوند كان حاضر في النزول الذي أقام به نادي جمال لوصوله لأول مرة في تاريخ نادي لنهائي كأس تونس. وأنقل لكم أجواء الفريق قبل يوم النهائي. بالنسبة للمقابلة كنت حاضر كوميلفو، عاونت صحابي بلا نقدر، وجات كاليفيكاسيون للدور النهائي، وان شاء الله ان شاء الله كيما حضر الناس تبلبا نحضروا الكليب افريكا في الفينال ان شاء الله. الافكتيف نتاع الكليب مش يكون ما عندها فهمتني ولا اقوى من الافكتيف نتاع تبلبا واقوى من الافكتيف نتاعنا احنا، كلهم لاعبين معناتها منتخب، مش نحاولوا معناتها بدلوا شويه هكا ونتاقلموا معناتها مع اللقاء هذا، معناتها حضرنا له معناتها عنصر مفاجاه اكثر حاجه فهمتني، ان شاء الله معناتها فهمتني ولا لا حاطين واحنا في مخاخنا يمشي. حسين قائد الفريق مصلي الغير أربعة ولي مع إصابة في بيتك، مش وقيت متاع النوم؟ والله لا، احنا ديما نتلموا هكا خاطر برسك صحاب، ديما نحبوا نحكيوا مع بعضنا شوية ونفتلكوا شوية، وهذا هو الجو نتاع الجمعية، لأن احنا جروب نحبوا بعضنا ديما نتلموا هكا، فما كالخير لا بس هذاك قاعدين في الساعة الأخيرة معنا قبل الماتش معنا فهمت، اوكي ركحنا أمورنا نزلوا شوية قفة فهمت، باش ركحنا أمورنا مع الانترونور ورئيس الجمعية. ملمومين في الليل، ان شاء الله نحضروا في الماتش، ما زلنا انا قاعدين، احنا جروب من بعضنا سوليدير، ان شاء الله ربي يوفقنا. كاو علينا مرايض عليك عليك، مرايض عليك عليك، نار يا رم الزين يا لله. احنا في ريوسنا توا 60 سخان 60 سخانة باهي، مع كل احتراماتي لقفصة وهالي قفصة. بالنسبة للموضوع هذا، النادي الافريقي تلعب في صالة باسكيت ولا فولي قبل ولا هون توا ما نلعبوش تحت 3000. فاحنا نحبوا الافريقي وحياتنا الافريقي وعايشين بالافريقي. ولايك تشوف توا على جينا هنا نقول الماتش الاول وصل ب 60، هل معقول ماتش هون ما في قفصه ب 60 جمهور الكلوب الترام ب 20 عليه والطول ب 20 ما لازموا 200000 باش يتفرجوا ماتش هون. دار مساء الجمعة الماضي نهائي كأس تونس بقفصة جمع كل من النادي الإفريقي والنادي كرة اليد بجمال بإدارة الحكمين القمري وبن أحمد. بداية الشوط الأول تفتتح الإفريقي النتيجة عن طريق ضرب الجزاء، ثم تصعد الفارق في الدقيقة الرابعة 5-0 ليطلب على إثر مدرب جمال هيكل محمود وقت مستقطع. لكن دون جدوى ليبقى تسرع في هجوم جمال، في المقابل يستغلوا اللاعبو الافريقي ويعمقوا الفارق 8-0 في الدقيقة العاشرة. في الدقيقة 11 ضربة جزاء ثانية لجمال يتصدى لها الحارس مكرم يساوي. وقت مستقطع ثاني طالب به مدرب جمال في الدقيقة 15 والنتيجة 9-0 للنادي الافريقي. دقيقة 16 أول هدف لجمال، ثم الهدف الثاني في دقيقة 17 12. سيطرة واضحة من جانب لاعبين النادي الإفريقي في الشوط الأول لينتهي بنتيجة 17-6. اليوم قفصة تحتضن هذا الدور النهائي الهام في كأس تونس في كرة اليد، هو حدث رياضي هام، تنظيم محكم، انا نقول خساره لقاعه ظريفه، هذاك هو النقص الوحيد
ولكن التظاهر هذه الهامة والنهائي هذا أدخل جو من الفرحة من البهجة على جهة قفصة. هذه الرياضة حب الرياضة اللي تبعث رسالة الأمل اللي توحد التوانسة اللي تخلق الحدث اللي تحرك الدورة الاقتصادية. وهذاك علاش اليوم البادرة هذه أنا أعتبرها بادرة جيدة ولابد أن تنسج على منوالها عديد الجامعات لما لا أنا أدوار نهائية في صفاقس في قفصة وفي قابس وفي كل الولايات التونسية. هو مشو كان الحرارة برك لأول مرة شباب نتاعنا يحرض الدور النهائي، بالتالي كتعطش التظاهرة في كبر تظاهرة أدوار نهائية، والحمد لله كما تشوفوها ناجحة وإن شاء الله ديما عرس كما هكا. انطلاق الشوط الثاني بعد اطمئنان المدرب الافريقي حافظ الزوابي على نتيجة اللقاء والفارق 10 اهداف 20-10 في الدقيقة السادسة يقحم تشكيلة ثانية على غرار ادريس دريسي ومجدوب. في المقابل نادي كورتلات بجمال مقارنة بالشوط الاول بداية ممتازة على المستوى الهجوم وخاصة على مستوى الاجنحة والتصويب من بعيد، وتقلص الفارق لثمانية اهداف 20-12 في الدقيقة الثامنة، وبالتالي يتحرر لاعبو جمال من الضغط النفسي لوصولهم اول مرة نهائي كأس تونس، طالب على اثر مدرب الافريقي حافظ الزوابي وقت مستقطع. لكن لاعبين جمال زاد قلصوا الفارق 6 اهداف 19-25 ثم 5 اهداف 20-25 في الدقيقة 23. في المقابل مدرب افريقي يعود التشكيلة الاساسية في الدقيقة 25 والفارق 6 اهداف، يطلب مدرب هيكل محمود وقت مستقطع. لينتهي نهائي كأس تونس بفوز نادي الافريقي على حساب نادي كورتلات بجمال على نتيجة 29-23. مبروك كأس تونس رقم 19 للنادي الافريقي، ومبروك ايضا لنادي كورتلات بجمال لوصوله اول مرة لنهائي كأس تونس، والنتيجة لا تعكس الانجاز التاريخي في الموسم استثنائي. لون تام دي ماتش كانت خايبة على الاخر، على الاخر كما تشوف سكور كيفاش كنا 11 بوان ولا 10 بوان متولو لازم كيفاش رجعنا توا 6 بوان. كما قلت لك الدخله كانت خايبه على الاخر على الاخر على الاخر. مي نشكر اصحابي خاطر رجعنا في البارتي وعملنا اللي علينا تزميتو. والله ما مشاش هو اللون تام دي ماتش، كما قلنا الدخله الاولانيه نتاع الماتش قد ما حاولنا باش معناتها نحضروا الاولاد في الاول، الدخله كبرت عليهم اول مره يحضروا في دور كيما هكا، وزيد الاعلام وشغل الجمهور كيما هكا وامبيونس كيما هذه.